عبارة عن موز ولبن باودر ومعلقتين دقيق وشوية قرفة وكوبايتين مية. تاني هنقول مقاديره ونشوف هنعمله ازاي، وفي نفس الوقت الدكتور هيتكلم عليه، وهسيبك بقى تستفيد في مواضيع الحاجات ونغرف. انا مأمن على الحاجة عندي يعني بالهنا والشفا. السموزي ده حلو جدا بالهنا والشفا. هو السموزي ده ينفع يبقى ايه تاني غير المانجا؟ يبقى فراولة، يبقى توت بري، يبقى كانتالوب، يبقى شمام، يبقى كل الفواكه، خوخ، يبقى مشمش. تمام. انا بسال لان الكانتالوب والتوت البري، نعم، يعني في حاجات معينه تنفع تبقى في السموزي دي تمشي كويس جدا كمان مع الدايت، يعني تبقى من المشروبات اللي بتساعد كمان على الحرق. انا سايب لك الموضوع ده، يعني انت تكتب في الوصفات بتاعتك عندك. الحاجات يعني التانية. ممكن ابدل بنفس طبعاً. بنفس المعيار، بس عشان انا لقيت المانجا متاحه فقلت نستفاد بيها يعني. لكن انت تحط فراوله، تحط خوخ، تحط مشمش، اي نوع فاكهه، وتبقى العصاير دي نفسها حلوه بتساعد على الحرق وحلوه في الحر ده طبعا. يعني عشان بيعملوا دايت بتلاقيهم هم اللي بيعملوا دايت بيبقى نفسهم ياكلوا كل حاجه. فدايما الدكاتره حبايبنا يقول لك، دكتور احمد صبري بالذات يقول لك لا ما تاكلش ده وكل ده، بس مش كلامه كله بس باعتدال. يعني لا القصد، لا القصد ان هو بيتكلم اهو ان الاكل كله كويس، بس ايه ازاي نشيل ونبدل والحاجات ديت هتبقى حلوه. او تعالوا نقول مقادير الحلو بتاعنا اللي هو كاستر الموز. كاستر الموز عباره عن معلقتين من الدقيق وكوبايتين من اللبن البودر وثلاث كوبايات ميه وكيلو موز ونص كوبايه عسل ورشه قرفه. تاني المقادير عندي زي ما قلنا، معلقتين دقيق وكوبايتين لبن باودر وثلاث كوبايات ميه وكيلو موز ونص كوبايه عسل ابيض ورشه قرفه. اتفضل يا دكتور. يعني انا كمان عايز اضيف مع الحاجات اللي بتساعد على الحرق النهارده من الديتوكسات القرفه بقى، يعني من القرفه دي كمان من الحاجات المهمه جدا المفروض ان احنا نركز عليها في كل حاجه. يعني انا برضو بلاحظ الشيف يسري بيركز على القرفه قوي في حتى في الحاجات الحلوه، يعني رغم ان في ناس ما بتحبش طعم ال بتحبش ريحتها، ما بيحبوش طعم القرفه وريحتها بتبقى في الحاجه. نعم. بس هي من الحاجات بتبقى فيها زي مراره، بس القرفه والجنزبيل كمان من الحاجات اللي بتساعد على الحرق. يعني احنا كده قلنا الكركم وقلنا الليمون وقلنا الفلفل ودخلنا معاهم القرفه ودخلنا معاهم الجنزبيل، يعني دي من الحاجات المفروض نركز عليها الفترة الجاية ان تساعد الكبد وتساعد الكلى انه يتخلصوا من السموم، فده مهم جدا. بالنسبة بس عايز اقول حاجة بمناسبة الشيف يسري بيقول على الاكل ونمنع، هي اصل المشكلة شيف يسري ايه؟ انت مثلا الموز ده احنا ممكن نوظفه في الدايت، احنا مثلا بنمنعه في الدايت، بس ممكن نوظفه على اعتبار ان هو من اغنى المصادر بالبوتاسيوم، بس احنا ما بنيجي نقول للناس خدوا ثمره ما بياخدوش ثمره، ياخدوا كيلو. يعني هم مثلا حتى الفاكهه لما اقوله مثلا مسموح لك تاخد بطيخ او كانتالوب تلاقي مثلا هو بياخد البطيخه، هي دي الثمره بتاعته. يعني مش بياكل حاجه مثلا شريحتين ثلاثه. مش بياكل. ايوه يعني اعتدال يعني. فهو سياسه الاعتدال لو موجوده في اي شيء، نعم، هتلاقي نفسك اوتوماتيك بدات ان انت ايه من غير حتى تنظيم، يعني انت بس يكون عندك الكونسبت او المبدا بان انت تعتدل وتنظم. يعني دكتور احنا هناخد اتصال وهنكمل مع بعض. معانا اتصال، مين معانا؟ يا استاذه امة الله. الو. الو، اهلا بيكي. لو سمحت عايز اقول لحضرتك على حاجه. فضل. اسال الدكتور اول حاجه على تمارين البطن، تمارين البطن للدكتور. ثاني حاجه حضرتك ان احنا لما بنعمله في الكب او الخلاط اللي ايه يا فندم، لان السل ستيل بيتفاعل مع الثوم، اللي هو السكينه بتتفاعل مع الثوم، فهو احسن حاجه ليه وافيد حاجه ان احنا بنلقه في الهون زي زمان. طب قولي للدكتور بقى. ثاني حاجه في حضرتك، معلش، الشيف اللي بتيجي الاربع والخميس الو قطع تقريبا. مدام او استاذه امة الله حاولي تكلمينا تاني لان الخط قطع، ما عرفناش حضرتك بتقولي ايه. بس طبعا اذا كنت بتقولي معلومه الستانلس يتفاعل مع التوم دي ممكن يعني، بس احنا هي الاسرع الحاجات الجديده دي، بس احنا دايما الواحد بيحب يرجع للتراث. يعني على فكره هو زمان اصلا كان الطبخ مستو او المتعه فيه انك تستخدم الحاجات دي. يعني ايد الهون ومش عارف ايه، يعني
بس انا استغربت لما الشيف يسر طلع ايد الهون، قلت يا يا لا ده احنا يا مش معقول، ده احنا جامدين قوي. اه قلت ايه ده. فانا حبيبي ربنا يخليك يا دكتور، خطفني بايد الهون لما طلع ايد الهون، كانت خطفته بس مش اكتر يعني. لا لا ما هي بس انا كنت هستعملها واكمل، لكن انا عملت كده ليه؟ علشان خاطر احنا عايزين عشان الصوت ما يطلعش معانا في الـ واحنا شغالين. بص حضرتك انا عملت ايه، دوبت الاول الدقيق مع اللبن الباودر وحطيته على الميه، بدا يعمل كاستر اهو، ما حطيتش فيه اي ماده سكريه. اول ما بدا يديني حديله نص كميه القرفه، واخلي النص التاني دلوقتي عشان احطه على الوش، وبعد كده هضيف عليه العسل بس في النهايه لما بدا يتقل معايا واستوى اهو خلاص. بعرف انه استوى ازاي، شايفين بيعمل كده فقاقيع، شايفينها اهو، يبقى كده دخل في السوى خلاص. نضيف العسل ونرفعه من على النار، عايز نص اشوف كوبايه العسل بصراحه انا ونرفعه من على النار سريعا اهو، وبعدين نرفع كده. دكتور عايز اسالك سؤال بقى فني، معلش. اللبن الباودر ده كتير قوي بيعتقد ان هو في دسم والمجفف والمجفف اللبن المجفف، هل هو بنفس القيمه الغذائيه الموجوده في اللبن السائل؟ وهل هو اذا كان اللبن السائل مثلا كامل الدسم، عشان خاطر فيه نسبه دهون اعلى، هل نسبه الدهون دي موجوده في اللبن المجفف برضو ولا لا بتختلف؟ هو اصلا اللبن المجفف ده فيه نسبه دهون اعلى بس كمان. لكن هو بدا يبقى فيه كمان منه خلي دسم، يعني بدات يعني منتجات شركات توفر الموضوع ده، ما ده اللي احنا جايبينه النهارده بس نسينا ننوع عنه. وهو سهل اصلا، عشان الجماعه بقى الموظفين اللي هم مش هينفعوا ياخدوا اللبن معاهم في الشغل يعني. نعم. طيب هناخد معانا اتصال وهنكمل مع بعض يا دكتور. ناخد استاذه نسمه، عايز اشوف الفقاقيع دي. خلاص ما طلعت عملت. تعال اتفضل استاذه نسمه. الو الو، اهلا بيكي. ازيك يا شيف ياسر؟ الحمد لله. لو سمحت والنبي عايزه اسال عن طريقه ام علي وطريقه البيتيفور. حاضر من عينيا، بس هقول لك على طريقه البيتيفور وطريقه ام علي ان شاء الله. لو الوقت كفانا النهارده، ما كفناش احنا مع بعض ان شاء الله في الايام اللي جايه هقول لك عليها. بس ام علي هنجيب عجينه الملفيه بسرعه يا دكتور معلش، وهنجيب مثلا نص كيلو من عجينه الملفيه المستويه نكسرها ونحط عليها شويه من المكسرات، البندق، الزبيب، جوز الهند لو بتحبه، نحط كل اللي احنا عايزينه عليها ونقلبها ونحطها في البايركس بتاعنا، ويكون عندي لتر لبن بيغلي، لتر لبن بيغلي بحط عليه حوالي كوبايه ونص من السكر اقلبه وهو بيغلي واصبه على ام علي، وبعد كده اجيب كوبايه من الكريم شانتيل باودر احط عليها 400 ملي لبن واضربهم بالمضرب لغايه ما يتكاثفوا، واقوم مغطيها على الوش ومدخلها تحت الشوايه تديني اللون او تاخد اللون الجلتان ده ام علي بالهنا والشفا. ده احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش ام علي. بس هي اليومين دول ما تنفعش في الصيف يعني، عايزه شتاء اكتر. هقول لك على البيتيفور بس ان شاء الله بعد ما الدكتور يتكلم على موضوع اللبن الباودر. نايس، بس حاجه ان احنا نحط الموز كده قطع، ناخد الاول معلقه اهي من الكاستر بتاعنا في كل. طبعا انا جايب الكوبايات الملونه دي علشان خاطر تديني شكل يعني. بس عايز اقول حاجه، لازم يبرد، مش هنقدمه دلوقتي اهو. وناخد كده موز، قطع موز في كل الاطباق نملاها او في كل البولات، حابين اطباق حابين بولات حابين كوبايات زي ما انتوا عايزين. وبعد كده هنغطي تاني عليه بالكاستر كميه كبيره، ونرش رشه من القرفة على الوش. اللي حابب يزود عسل مفيش مانع، اللي حابب يزود عسل مفيش مانع كده.